حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك معايير بيع مادة الخبز للمواطنين وفق مخصصات وشرائح محددة. كذلك حددت الوزارة 25 من الشهر الجاري موعداً لتثبيت مخصصات كل البطاقات المسجلة واحتساب بداية دورة التسجيل للعملية الشرائية والتي يحتسب منها أحقية المواطن في شراء مخصصاته، وذلك لكل الشرائح. قال وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إن لبنان سيسمح للصناعيين بالاستيراد المباشر للمازوت وسط عجز الوقود المتفاقم، مما يرفع فعلياً الدعم عن هذا النوع من الوقود. هذا ويعاني لبنان انهياراً اقتصادياً، وصفه البنك الدولي بأنه من أعمق حالات الكساد في التاريخ الحديث، وهو ما يهدد استقراره. توقعت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن تعلن كل من الولايات المتحدة وألمانيا في الأيام المقبلة عن اتفاق تسوية لخلافاتهما حول خط الأنابيب الغاز الروسي السيل الشمالي 2. وأشارت الوكالة إلى أن اتفاقا بين الجانبين يلوح في الأفق الآن بعد مناقشات بين مسؤولين أمريكيين وألمان حول مخاوف الولايات المتحدة من أن خط الأنابيب سيزيد اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، وقد يحرم أوكرانيا من رسوم الترانزيت التي تجمعها الآن من الغاز العابر لأراضيها بخط الأنابيب القائم. هوت عملة بيتكوين إلى ما دون 30 دولار للمرة الأولى منذ 22 من يونيو حزيران، مما ضغط على باقي العملات المشفرة، وتم محو حوالي 90 مليار دولار من القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة في غضون 24 ساعة وفقاً لبيانات كوين ماركت كاب. قفزت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي حوالي 3% إلى أعلى مستوى في 30 شهراً وسط ارتفاع حاد في الأسعار العالمية للغاز، وجاءت هذه الزيادة في السعر على الرغم من هبوط بنسبة 5% في أسعار العقود الآجلة للنفط الخام. وغالباً ما تحذو عقود الغاز حذو التحركات في أسعار النفط، لكنها لم تفعل هذا اليوم.